Good afternoon. طابت ظهيرتكم، شكرا على قدومكم. قبل أن نبدأ يرجى أن تتذكروا بأن هناك خدمة ترجمة فورية باللغة العربية والإنجليزية، القناة الأولى للغة الإنجليزية والقناة السابعة للغة العربية. إضافة إلى ذلك، وفقا لقواعد هذه الأمم المتحدة، نطلب أن تمتنعوا من التقاط الصور، يتم التعامل مع هذه الصور من قبل طاقمنا. إذا كنتم مهتمين في الحصول على الصور، يرجى تقديمني بمعلومات للتواصل معكم، وسنشاطر هذه الصور معكم بكل سرور. شكرا على حسن تفهمكم، وتقدم كلمات الامتنان لكل منكم على انضمامكم معنا اليوم. ولوسي فاتكوا هي مسؤول في مركز جنيف للعدالة، وسأكون الميسرة لهذا اليوم لهذه المناقشة. فيما يبدو من عدم الاستقرار في متفاقم العنف، المدنيون يخضعون بشكل متفاقم للعنف. حقوق الإنسان معايير دولية مهددة في وقت النزاع، وبالتالي من الحاسب أن يتم زيادة الوعي حول هذه الأزمات، سواء لوضع حد لهذه النزاعات ومنعها أو من حصولها في المستقبل. ولتحقيق هذا الهدف يشرفنا أن نرحب إلى هذا الحدث حماية حقوق الإنسان خلال النزاع. من دواعي الشرف أن يكون معنا متحدثين مرموقين خصصوا حياتهم للمناصرة من أجل حقوق الإنسان وتقديم مساعدة للمتضررين بالنزاع. اولا وقبل كل شيء، اسمحوا لي ان اقدم لكم الدكتور رأف سلطي، وهو جراح ومعني برعايه حقوق انسان الاطفال. الدكتور سلطي قد طلع بعدد من البعثات وقدم مداخلات طبيه للاطفال، لا سيما في قطاع غزه والضفه الغربيه. والى جانبه السيد الشلبي، رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان. السيد الشلبي تصدر النضال من أجل حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وناصر على نحوه من أجل العدالة والمساءلة. ومن اليمن لدينا السيد رياض الدبي، وهو مناصر لحقوق الإنسان. السيد الدبي قد رصد بشجاعة عدد لا يحصى ولا تعد من القضايا في اليمن، وقد كان حياته معرض للخطر، وأرائه قيمة، ونحن نحاول أن نبدأ بفهم التحديات التي يواجهها الشعب اليمني. والمحاضرون سيعطونا ثروة من المعارف والتجارب لهذه المناقشة الحاسمة، فأراؤهم لن تسلط فقط على الأزمات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن تعطي أفكارا لسبل محتملة لتحقيق السلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للنزاع. ثم يرجى أن تعرفوا أنه يمكن طرح الأسئلة بعد نهاية هذه الجلسة، وبالتالي نطلب منكم أن تصبروا لحين طرحكم لأسئلتكم دون تأخير. سيرنا نقدم الدعوة والكلمة لسيد السلطي للإدلاء ببيانه بملاحظاته. سأتكلم باللغة العربية. شكرا لدعوتي للتكلم في هذه الندوة عن حقوق الإنسان. كممثل لجمعية حق الأطفال بالرعاية الصحية CRH، بحثت كثيرا عن حقوق الإنسان في هذه البقعة من الأرض، لم أجدها. فأنا سأتكلم عن شيء وهمي، virtual. حقوق الإنسان لا توجد في غزة اليوم، ولا حتى في الضفة الغربية. عن أي حق يجب أن نتكلم؟ سأعطيكم بس فقط الفرق بين كلمتين باللغة العربية، البشر والإنسان. أنا طبيب، درست الطب البشري، mankind not human. أوكي؟ عندما البشر يكتسب الوعي والإنسانية والكلام والتفكير والأخلاق يصبح إنسان. وأترك لكم الحكم لتصنفوا ما يجري في غزة اليوم. اليوم في غزة نجد أمواتاً على قيد الحياة، أطفالاً أصبحوا هياكل عظمية. أحضرت طفلاً من غزة عمره 16 عاماً، وزنه 30 كيلو جرام، هو وزن طفل عمره 6 سنوات، هيكل عظمي مكسي بالجلد فقط. نحن نرى كل يوم هذه المشاهد المفجعة
نحن في عام 2024. أطفال يموتون للأسف من الجوع والعطش، ونحن نصطف على موائدنا نأكل ونشرب. في أي عالم نعيش يستخدم فيه التجويع والعطش الذي يعتبر جريمة حرب ولا أحد يحرك ساكنا؟ أتساءل أين هي الإنسانية والقيم والأخلاق أيها العالم المتحضر؟ اخترعنا الذكاء الاصطناعي وتراجع ذكاؤنا قرون للوراء. اليوم ولأول مرة لم يعد عندي كلمات لأصف ما يجري في هذه البقعة من الأرض. أمام هذا الصمت العالمي بدون استثناء، لأن من يريد أن يتكلم يجب أن يفعل، ومن لا يفعل فهو شريك. نحن في هذه الأيام من القرن 21 نحن نخط صفحة سوداء في تاريخ البشرية. ما يجري في فلسطين وفي غزة على الأخص هو عمل غير بشري، وعود لما قلت لكم بتعريف البشرية والإنسانية. لا يمت للقيم الإنسانية ولا الأخلاقية بأي صلة كانت. وما يفجع دائما وأردد هو الصمت الدولي المتواطئ مع هذا المشروع. نحن كمؤسسة إنسانية غير حكومية تحترم حقوق الإنسان وتناضل من أجله، من أجل حياة كريمة للأطفال الأبرياء، لتحسين وضعهم الصحي أينما كانوا على هذه الأرض. ولكن ننصدم بحالات تخرج من حيز القوانين الدولية المتعارف عليها. اليوم وللأسف تقف الأمم المتحدة عاجزة عن فرض أي قرار يسير ويحترم مواثيقها التي وقعت عليه كل الدول الأعضاء. نتساءل من يقود هذا العالم اليوم؟ للأسف الأطفال الذين أحضرتهم إلى جنيف، لكل واحد قصة ولكل قصة دموعها. استمعتم قبل قليل للأخت هبة وما جرى لها. هناك قصص أخرى، قصص تقشعر لها الأبدان، لا نعرف إن كانت واقعية أم من الخيال. أطفال ذهبوا ليحضروا الماء على الصهريج، تقصف الأبنية التي بجانبهم، يطمر هذا الطفل الذي عمره 16 سنة ووزنه 30 كيلو، طمر بالأنقاض، كليته اليسرى تحطمت، نزيف داخلي، ساقه اليسرى انبترت من الفخذ، بقي في المشافي للمعالجة، بقي حيا، ولكن بقي حيا وميتا بآن واحد في خيمة تحت المطر. الماء الذي يدخل إلى الداخل، يأكلون علبة معلبات 500 جرام لسبعة أشخاص في الخيمة. صار عنده حتى اليوم لم نستطع أن يأخذ أكثر من كيلو واحد بشهرين. هذه الأشياء لم نكن نراها، اليوم نراها وكلنا صامتون. غزة اليوم للأسف هي مثال عن فشل المجتمع الدولي بإيقاف سيل الدماء وقتل الأطفال. هذه هي الديمقراطية أم هو انتداب واحتلال لمعايير إنسانية بما تشتهيه بعض الدول؟ لنا الفخر كجمعية صغيرة بكسر حاجز الصمت الذي تمثل في كل دول العالم، وأخراج
ولو مجموعة صغيرة من الأطفال، 8 أطفال بين 16 شهرا و16 سنة، أخرجناهم وأنقذنا حياتهم وحياة أمهاتهم، ولكن تركوا وراءهم عائلات تحت القصف، فهم يعيشون في صراع بين السلام في جنيف والأكل والشرب، وبين أهاليهم في غزة الذين تحت وابل القذائف. اليوم لما عندما يكون هناك هزة أرضية في بلد ما في العالم، تتدافع البلدان لإرسال المعونات للناس الذين تعرضوا لهذه الهزة الأرضية. أما اليوم ما يحدث في غزة، فتتدافع بعض الدول لإرسال القذائف والمتفجرات لتحطيم وقتل الناس في غزة. كفى تقتيل الأنفس وتهديم البشرية باسم الرب والإله والدين، الذي لم يقل لأي رسول ولا نبي أن يقتل. كفانا أن نضع الدين ذريعة للقتل. لم يأتي أحد على هذه الأرض ومعه عقد تملك بمتر مربع واحد، لم يأتي. الأرض خلقت لكل الناس، ولكن اليوم وضعنا كما رأينا داعش وغيرهم، حطينا الدين ذريعة لنقتل، وهذا ما يجري اليوم في غزة. هذا ما يجري اليوم في غزة للأسف. حان الوقت على ما أظن لكي نفكر كإنسان بالسلام. حان الوقت لأن نتكلم، لأن نجلس مع بعضنا لكي نعيش في سلام، حتى لا يستحي أطفالنا منا، حتى لا نكون عار عليهم يوما من الأيام. وأتوجه أخيرا لكل من له صنع القرار في هذا العالم العاجز اليوم، أن يتخذ كل ما يستطيع من إجراءات وسلطة لإيقاف النزف والدماء والتقتيل في هذه البقعة من الأرض، لوقف إطلاق النار، لكي يعيش هؤلاء الناس حياة كريمة كغيرهم. فهم أناس مثلنا، لا فرق بيننا. شكرا. شكرا للدكتور سلطي من دواعي سرور أن أرحب السيدة الشربي ليشاطر معنا ملاحظاته. شكرا. سأتحدث باللغة العربية. احنا يعني المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي أقدم منظمة حقوقية في المنطقة العربية، تأسست سنة 1983. هي موجودة في 16 دولة عربية بشكل مؤسساتي، في 15 دولة في أوروبا أيضا بشكل مؤسساتي، عضوية فردية موجودين في دول عديدة. إحنا أهم شيء في هذا المجال إن إحنا عندنا أعضاء مهمين جدا، مؤسسات فلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، ايضا انه مؤسسه الحق الفلسطينيه هي اقدم شريك للمنظمه العربيه لحقوق الانسان، وهي اقدم منظمه فلسطينيه ايضا لحقوق الانسان. في الوضع الاخير والراهن طبعا احنا ابتدينا بتحليل المشهد العام في 7 اكتوبر، بانه التاريخ لم يبدا في 7 اكتوبر. كنا من اوائل من قدم تحليلات بشان موضوع قطع الامدادات في وقت متزامن مع القصف العشوائي الهمجي الواسع في القطاع، وان ده بيوفر احتماليه وقوع اركان جريمه الاباده الجماعيه. وانتهينا الى تقييم في 14 اكتوبر بعد اسبوع واحد بس من انه بالفعل اكتملت اركان وقوع جريمه الاباده الجماعيه.
طبعا احنا يعني شويه مشغبات كانوا موجوده مع عدد مسؤولي الامم المتحده، المفوض سامي فوق الكرتورك اللي حرص على لقائنا في القاهره لما جه القاهره في زياره ومناقشه مصادر استيائنا، يعني ايضا مع مستشار الامين العام بشان الاباده الجماعيه ومستشاره ايضا بشان النازحين اللي احنا اعتبرنا ان هم يعني لم يقوموا بواجبهم على اكمل وجه، وايضا عندنا اشكاليات مع مدعي عام المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن احنا بنواصل العمل مع شركائنا في نفس الاتجاه ونفس المسارات. احنا عندنا عمل قديم متجدد في مجال الملاحقه الجنائيه عبر دوائر الاختصاص العالمي الجنائي العالمي، وعندنا جديد ان احنا بنحاول نستثمر قرار التحقيق اللي ابتدى في 3 مارس 2021 من الداعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه. للاسف المدعي العام الحالي لم يقدم يعني اي خطوه في تلبيه ذلك حتى الان رغم ما يجري ورغم كل التصريحات التي يعني ازعجنا بها، لكن احنا بنواصل هذا. شكلنا بعثه مشتركه على الاقل، تحركنا في دوله المقر، احنا منظمه ضيف في جمهوريه مصر العربيه، عملنا بعثه مشتركه مع مركز الميزان لحقوق الانسان اللي جزء منه بينشط من مقرنا في القاهره في الوقت الحالي في ظل الظروف، الوضع المقر بتاعه في غزه اللي اتدمر تماما والاعضاء بتوعه اللي تعرضوا للاغتيال، الى جانب طبعا عدم القدره على العمل بشكل مباشر. وقمنا بزيارات متفقديه لجزء من المستشفيات اللي فيها جرحى ومرضى فلسطينيين في مصر، واحنا في الحقيقه زرنا 12 مستشفى في مناطق شمال سيناء المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، إقليم قناة السويس، معلية والسويس وبورسعيد، أيضا في القاهرة وفي محافظة القليوبية زرنا 12 مستشفى. المستشفيات دي فيها 500 من الفلسطينيين معاهم تقريبا حوالي 2000 من المرافقين، لكن 500 دول هم فيهم 280 جريح والباقي مرضى، يصل العدد في مصر كلها في ذلك الوقت حتى نهاية فبراير الماضي إلى 3300 فلسطيني معهم 13000 مرافق تقريبا. إنما المساحة اللي احنا زرناها 12 مستشفى اللي زرناهم من 84 مستشفى تقدم خدمات فيهم 280 جريح. احنا انتخبنا 86 حالة من الجرحى، قمنا بتوثيق شهاداتهم والحصول على إفادات. وبعض الإحصائيات المهمة اللي ممكن تبقى مفيدة في هذا الموضوع، طبعا الفريق كان مشترك بيضم باحثين مركز الميزان ومدير مركز الميزان استاذ عصام يونس، وانا كنت شريك مع الفريق ايضا مع عدد من زملائي من اعضاء مجلس الامناء والخبراء الموجودين. وفي الفتره من 9 فبراير الى 18 مارس كان عمل البعثه المشتركه من المنظمه والميزان، وده شمل هذه المستشفيات اللي اشرت اليها، شمل ايضا زيارات تفقديه لمنفذ رفح الحدودي، المركز اللوجستي للاغاثه الموجود في العريش في شمال سيناء، مناطق التفقديه اللي خرج عليها عدد من المرضى يمكن اكثر من 1000 مريض خرجوا من المستشفيات لكن بيتابعوا العلاج موجودين في اماكن سكن قريب وفرتها الحكومه المصريه، وزرنا غرفه العمليات المركزيه بالهلال الاحمر بالقاهره اللي هي بتوزع العمل بتاع المساعدات على المستوى الدولي، عملنا لقاءات مع الخارجيه المصريه والصحه المصريه وايضا مع الهلال الاحمر. حتى 1 مارس الارقام الموجوده عندنا احنا بنتكلم تقريبا على انه في 1050 جريح تعالجوا في مصر وخرجوا الى دول اخرى، خاصه اغلبهم 950 خرجوا الى الامارات وتركيا وقطر على وجه التحديد. واحنا عندنا في الحقيقه ملاحظات نسبيه مهمه ان اغلب اللي خرجوا تلقوا العلاج الاساسي في مصر، ثانيا انه مش قادرين نعرف ايه معايير اختيار هذه الدول لهذه الاسماء لانك بتجيب قوائم مسبقه التجهيز بتنادي على اسماء محدده بتاخدها، في حين انه في حالات ضخمه جدا موجوده في داخل القطاع بحاجه كبيره جدا الى العلاج والرعايه خاصه في الجرحى او مرضى اصحاب الامراض المزمنه، واحنا محتاجين ان يبقى في اماكن خاليه كافيه في المستشفيات المصريه بتشتغل بطاقتها القصوى عشان يتم استيعاب حالات اخرى في حاله حرجه داخل القطاع. انما في 1050 تقريبا كانوا خرجوا بره مصر حتى 1 مارس، وفي تقريبا 1300 خرجوا الى مناطق موجوده. ال 86 حالة اللي تم توثيقهم من الجرحى بشكل جنائي، التوثيق بشكل جنائي، كان من بينهم 7 ذكور و 31 إناث، وأطفال دون 18 كان عندنا 47 طفل. فإحنا بنتكلم على 100% من الحالات أولاً مدنيين هم غير منخرطين في النزاع المسلح وده أمر مهم. بنتكلم على 92% من الحالات هم نساء وأطفال اللي إحنا وثقناها. والرقم الإجمالي بتاع الجرحى والمرضى الموجودين في مصر بنشير ايضا في الجرحى بصفه خاصه الى انه عدد النساء والاطفال يتجاوز 75%. ده طبقا للمعلومات الرسميه من وزاره الصحه المصريه حتى 1 مارس 2024.
احنا عندنا 53 في اصابات بكسور، وده بيدلل على اشياء ليها علاقه بفكره ازاي بيتم القصف للمساكن المدنيه الماهوله ودون انذار، كما كان يعني يراج في عدوانات في عدوان سابق. في بعض الاعتداءات السابقه كانت اسرائيل تتغنى بانها توجه انذار مسبق، هذه المره ما فيش اي انذار، وبالتالي كان الهدف الرئيسي دايما هو القتل والاباده. في عندنا 23 حاله بتر اطراف من طرف واحد الى اطراف متعدده. عندنا 10 حالات حروق شديده، و8 حالات تحلل طبقات من الجلد، و8 حالات شظايا في مناطق متفرقه، وعندنا ايضا 3 حالات اللي هو شلل مستديم في احد الاطراف. فاحنا بنتكلم على انماط محدده. من ضمن الاستنتاجات ان كافه الجرحى هم من المدنيين غير المنخرطين، 92% منهم من النساء والاطفال. كافه الجرحى كانوا في مناطق مدنيه مزدحمه، بما في ذلك ملاذات ترفع رايه الامم المتحده وباحداثيات مبلغه لقوات الاحتلال، تعرف موقعها جيدا لكنها قصفتها ايضا. ان كافه الجرحى ومرافقيهم لم يتلقوا انذارات مسبقه خالص بشان استهداف المناطق اللي هم فيها. ال 86 جريح تعرضوا لاعتداءات في 81 اعتداء. ال 81 اعتداء كان فيهم ضحايا اخرين، كان فيهم شهداء اخرين. اقل عدد كان شهيد واحد من اقارب الجريح. وصلنا في بعض الحالات ان 17 من اسره الجريح فقدوا في هذا الاعتداء اللي تعرض فيه للجرح. كافه الجرحى بيعانوا طبعا من اختلالات نفسيه متفاوته، وخاصه الاطفال اقل من 15 سنه. نوعيه الاصابات بذخائر يرجح ان تكون محظوره، خاصه مع تحلل وفقدان طبقات من الجلد، في فقدان حتى 4 طبقات من الجلد. وده دي ظاهره مدهشه جدا لا يفسرها سوى ان هناك اسلحه غير تقليديه تم استخدامها في هذا الموضوع. البتر طبعا بياكد الذخائر ده ايضا، نوعيه الذخائر اللي فيها يعني اداء هذا. واصابات الكسور فكره هدم المنازل على رؤوس ساكنيها. ويتبين من مسار روايات الضحايا ان العديد منهم كان من الممكن ان يتم احتواء اصابته لو بقيت المستشفيات والمرافق ببناء على الاعتداءات ومتاح انه يتلقى المساعدات اللازمه، خاصه في المرحله الاولى، لان كتير من الناس ما تلحقش تسعف في المرحله الاولى وبالتالي في مشكله. الشيء الاخر، احنا شفنا في الحقيقه واحده من افضل اليات تقديم الاغاثه والدعم الانساني في العالم. بيجهزها عدد ضخم جدا من وكالات منظمات المجتمع المدني، وكالات الامم المتحده، وبيقودها الهلال الاحمر المصري اللي عامل شيء خرافي في الحقيقه جدا. وكان مدهش جدا جدا ان احنا نكتشف انه 33% من المساعدات تم منعها من الدخول من جانب سلطه الاحتلال. طبعا في المناقشه كان في كلام حوالين فكره ازاي ما تدخلش وليه تخضع على فكره تفتيش مزدوج من جانب سلطه الاحتلال وما الى ذلك، لكن في الحقيقه هو الكلام عن فكره احنا نتشبث بالقانون الدولي، والقانون الدولي ان هناك سلطه احتلال وسلطه الاحتلال هي المسؤوله وما الى ذلك، وهذا كلام قد لا يكون مقبوليه لكنه في النهايه ده التزامات دول مع بعض. انما 33% من المساعدات ما دخلتش، والاخطر ان فيها المساعدات المنقذه للحياه، بمعنى ان انا ما اقدرش ادخل الثلاجات اللي تحفظ الدواء، فانا لو قدمت الادويه لكن قدرتي على حفظ الدواء مش موجوده، مش متاحه لانه الثلاجات ممنوعه. 700 انبوب اكسجين تم منعها بالدخول. الخيام، لان فيها قائم حديدي في الخيمه للنازحين، قالوا لا دي ازدواجيه الاستخدام، استخدام مزدوج، صناعيه الاستخدام ولا يجوز. المقصات بتاعت الاطفال لا تجوز، لعب الاطفال لا تجوز. الصناديق الخشبيه هي لا تصلح، لانها ممكن تستخدم لصالح حرب، ده مش مفهوم طبعا. كل شيء والعكس تقريبا. القاعده بتاعه الشحنه اللي موجوده على التراك على الشاحنه، القاعده بتاعه الباله ديت، مره تبقى خشب يقولوا لا الخشب ممنوع احنا عايزين بلاستيك، مره تبقى بلاستيك يقولوا لا ده ممنوع البلاستيك احنا عايزين خشب. ثانيا انه معبر بتسانا اللي يجبر كل الشاحنات للتفتيش عليه او كرم ابو سالم، يتم تفريغ كل الشاحنه وتفتيشها تفتيش متعسف وإفساد ما فيها بشكل متعسف. وإذا في شيء واحد على الشاحنة، شيء واحد فقط على الشاحنة ممنوع دخوله، يتم رد الشاحنة كلها بكل حمولتها بالكامل. وإحنا بنتكلم على دورة بتستغرق أصلا في الشحن من 3 إلى 5 أيام في وصول الشاحنة. إحنا بنتكلم النهاردة عن الدورة بتصل إلى 25 يوم. 25 يوم. الهلال الأحمر
بيقدر يتحمل أشياء كتير بما في ذلك النفقات الإضافية، نفقات الشحن، الفيول بتاع السيارات، كل هذا الكلام يعني. والسواقين في الحقيقة الموجودين عندهم جلد وصبر وعندهم رغبة في المقاومة والاستمرار يعني، وده شيء شعور معها مشاعر طيبة جدا. لكن في الحقيقة احنا بنتكلم على عملية إفساد متعمد للأشياء يعني. واحنا طبعا تفهمنا لما الهلال الأحمر طلب مننا ان احنا ما نصورش المخزن بتاع الحاجات الممنوعة نهائيا واللي قدمتها دول غربية ومنعتها سلطات الاحتلال، لأنه هذه الدول هي طلبت ألا يعلن هذا. الدول اللي قدمت هذه المساعدات اللي رفضها الاحتلال هي اللي طلبت من الأحمر المصري ألا يعلن عنها، وبالتالي طلبوا مننا ان احنا ما نصورهاش وما نذكرهاش. لما ادونا في الحقيقة يعني أكثر من 20 نوع من الأشياء اللي رفضت. لو احنا بنتكلم على بطارية هاتف، على تشارجر بتاع هاتف هو ممنوع، أي شيء ولد الطاقة لو حتى يعني شيء متدني من الطاقة هو ممنوع. الشيء الغريب أيضا أنه في الحقيقة يعني أنه مصر اللي مرت بأزمة اقتصادية ضخمة جدا الشهور اللي فاتوا كانت لغاية نص يناير بتقدمها 80% من المساعدات اللي داخل القطاع، ده شيء مش مفهوم. وحتى 1 مارس هي مقدمة أصبحت مقدمة 70%. المجتمع المدني المصري قادر يعمل شغل مهم جدا في الحقيقة ومفيد، الدولة أيضا قدمت مساعدات وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة ده معناه أن المساعدات شحيحة. وإحنا في التقديرات بنعرف أنه هناك احتياج شديد جدا لأنه قطاع غزة يضمن تدفق المساعدات بمعدل 1200 شاحنة يوميا على الأقل لمدة شهر، وبعدين ننتقل إلى المعدل القديم اللي هو بتاع 500 شاحنة يوميا. ده دون أن نتحدث عن احتياجات إعادة الإعمار، إحنا لسه لم نصل لاحتياجات إعادة الإعمار. في الخلاصات المهمة جدا عند البعثة، وده يمكن إحنا يعني في المسودة بتاع التقرير اللي هيصدر يوم 6 إبريل في القاهرة في مؤتمر صحفي إن شاء الله في القاهرة يوم 6 إبريل، إنه إحنا بنخلص ونؤكد وقوع جريمة الإبادة الجماعية، لكن إحنا أيضا مهم جدا أن نتساءل على مسؤولية مجلس الأمن الفشل الذريع في الارتقاء إلى تنفيذ التدابير الاحترازية اللي قررتها محكمة العدل الدولية 26 يناير الماضي. هذه مسؤولية قانونية وأخلاقية، هذه شراكة في الدماء، الفشل في هذا الموضوع شراكة في الدماء. إنما أيضا هناك مسؤولية مهمة جدا، وهي أن هناك 153 دولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، إسرائيل واحدة. ماذا عن التزامات 152 دولة طرف أخرى في هذه الاتفاقية؟ ماذا عن التزاماتهم؟ الاتفاقية تلزمهم بالتحرك جماعة وأفراد. يعني إحنا لو مش هدين نتحرك مع بعض لأن في دول تعيق تحركنا الجماعي، فعلى الأقل كل دولة طرف في الاتفاقية عندها الحق أنها تاخد تدابير لا كافية لمنع استمرار وقوع هذه الجريمة. قطع العلاقات الدبلوماسية، تجميد العلاقات الدبلوماسية، تخفيض العلاقات الدبلوماسية، تخفيض التعاون التجاري، تخفيض نوع المساعدات، قطع السلاح، امدادات السلاح. ففي كثير من الإجراءات، زي مثلا طرحت الفعالية الماضية الأخت شديد لما كلمت على الفيفا وعلى الأولمبياد، يعني كيف يسمح ولماذا فعل هذا مع روسيا ولم يفعل مع إسرائيل؟ هذا الكلام لا يمكن، وبالتالي هناك مسؤوليات. ومن هنا بتيجي دعوتنا لكل منظمات حقوق الإنسان الشقيقة والصديقة في كل الدول العالم لأن تتحرك أمام سلطات القضاء على نحو ما جرى في هولندا على سبيل المثال، وكان شيء ندعو للفخر في الحقيقة، وقف إمداد قطع غيار الطائرات الـ F-35 إلى إسرائيل. ده أمر مهم، التحرك ده مهم. أيضا البرلمانات، على البرلمانات واجب ومسؤولية أن تتحرك في هذا الاتجاه تفعيل التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. أنا أكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. Thank you, Mr. Shalabi. شكرا سيد شلبي. من دواعي شرفي أن أدعو سيد رياض الدبي أن يعرض ملاحظاته. شكرا جزيلا لكم وشكرا للسادة المتحدثين وللسادة الحاضرين. ورقة العمل الذي سأقدمها اليوم هي تتحدث أيضا عن قضية يمنية مهمة أو عن واحد من أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات قانون حقوق الإنسان في اليمن. هذا النمط من الانتهاكات مورس بشكل ممنهج من
بداية انقلاب الحوثيين على العملية السياسية في البلد، وهو تفجير المنازل في اليمن. في الحقيقة للبيت أو للمنزل في المجتمع اليمني مكانته الفريدة، فاليمن لم يشهد طفرة عمرانية كتلك التي شهدتها بعض البلدان العربية، وبالتالي ما حدث في اليمن من تفجير المنازل من قبل قيادة الحوثيين ومن قبل جماعة الحوثيين كان هذا التفجير متعمد وبطريقة ممنهجة، ومع سبق الإصرار والترصد، حيث أنه قبل التفجير يعني يصاحب هذا التفجير حملة أمنية لاقتحام المنازل لزراعة الديناميت حول البيت، وبالتالي يكون هذا التفجير هو رسالة لكل المعارضين، لكل الخصوم السياسيين للحوثيين. وجماعة الحوثي تهدف من تفجير المنازل إلى إخضاع خصومها ومصادرة حقهم في الحياة. بالنسبة لليمنيين، إنك تفجر منزله، إنك تصادر بيته، أنت تلغي حقه في الوجود، أنت تلغي حقه في الحياة، أنت تلغي حقه في الملكية، وهذا ضد الحق في الملكية. لا يوجد عندنا في اليمن تشريعات أو دساتير أو قوانين أو حتى على المستوى الإقليمي والاتفاقية الدولية بأن تعطيك الحق بأن تفجر منزل أو تصادر منزل، يعني مثل ما يعمله دولة الاحتلال في دولة فلسطين. وبالتالي جماعة الحوثي تبنت تفجير منازل خصومها كاستراتيجية حربية، ولا تزال هذه السياسة متواصلة حتى اليوم. تفسر استراتيجية جماعة الحوثي على تفجير منازل خصوم بأنها أولا تعود إلى الرغبة في الانتقام، وهي ورثت هذا الأسلوب وهذا النمط من أسلافها الأئمة، وهي تحاول إرهاب خصومها وإرهاب المجتمع المحيط. يلقى الحوثيون عادة إلى تفجير منازل خصومهم بهدف محو رمزية هؤلاء، رمزية هؤلاء في يوم ما، ثم تقوم جماعة الحوثي على بناء أنقاض تلك المنازل في رمزيتها الخاصة. مثل ما قلت سابقا، يستخدم الحوثيين البيوت كرهينة، وبالتالي اليوم نرى كثير من المعارضين السياسيين للحوثيين ولانتهاكاتهم والإيديولوجية التي يتبعونها، تبنى الكثير منهم السكوت وتبنى الحياد، بسبب أنه كثير من هؤلاء المعارضين، كثير من هؤلاء السياسيين لديهم منازل موجودة في صنعاء. تم تفجير أكثر من 930 منزل في اليمن. تصدرت محافظة تعز اليمنية وسط البلد، وهي مدينة محاصرة من 8 سنوات أو من 9 سنوات من قبل حوثيين. تصدرت المحافظات من حيث تفجير المنازل، تلتها مدينة البيضاء. حكاية تفجير المنازل هي بالنسبة مثل ما قلت سابقا أنه أنت تلغي حق اليمني في الوجود، إضافة إلى أنه نحن في اليمن لا يوجد لدينا سياسات إسكان، بمعنى أنه هذه دولتنا أو دولة اليمن لا توجد لديها سياسات، لا تقوم بتقديم أراضي أو تقديم مساكن للمواطنين. وبالتالي عندما يتفجر منزلك أنت ترجع إلى حياة الصفر، أنت تبدأ حياة من جديد. أنا شاب عمري 43 سنة وأدعي أن أنا شاب، لي يمكن أعمل في المجتمع المدني أو في الوظيفة أكثر من 17 سنة، لكن مستحيل أن أنا أبني بيت أو أن أنا أستطيع أن أحصل على بيت. وبالتالي إذا حصلت على بيت هو من بيت يعني من أبي أو من أمي ويتم تفجيره، معناته أن أنا بدأت حياتي من الصفر. وبالتالي هناك انتهاكات مصاحبة لتفجير المنازل في اليمن، هناك الوفاة والإصابة للمدنيين أثناء تفجير المنازل، وهذا حصل في يوم 19 مارس في مدينة رداع،
وهناك فيديوهات مسجلة حيث قام الحوثيين بتفجير 8 منازل على رؤوس ساكنيها، والمصادر الطبية والأطباء قالوا بأن هناك أكثر من 35 بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال. وبإمكانكم أن تبحثوا في تويتر عن هاشتاج عائشة أنت بخير، وهي إحدى الناجيات والتي كان أخوها يبحث عنها، وانتشر هذا الهاشتاج في اليمن، وهناك أكثر من 6000 تغريدة على هذا الهاشتاج، وهو يبحث عنها وهي تصيح من تحت الركام تطلب النجاة، إضافة إلى إثارة الرعب بين المدنيين والأضرار النفسية والصحية للضحايا وذويهم من النساء والأطفال. رصدنا في المجتمع المدني الكثير من النساء التي أسقطنا حواملهن وأسقطنا أطفالهن بسبب هذا التفجير. من هو المسؤول على التفجير في المنازل في اليمن؟ هي جماعة الحوثي. تبنت هذه الاستراتيجية من دخولها إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى اليوم أكثر من 930 منزل تم تفجيرهم في اليمن، بسبب أنه هذه المنازل تعود ملكيتها لأشخاص يعارضوا إيديولوجية الحوثي، يعارضوا سياستها، يعارضوا طريقة حكمها في البلاد. وفقا لإحصائيات المركز الأمريكي، وهو منظمة يمنية، المركز الأمريكي للعدالة، قامت جماعة الحوثي بتفجير أكثر من 703 منزل للفترة بين مارس 2011 وحتى سبتمبر 2023. إضافة رصد تحالف رصد خلال الفترة المشمولة بتقريره تفجير 922 منزل وممتلكا خاصة ومنشأة عامة، بينها 833 ممتلكة خاصة و89 منشأة عامة في 21 محافظة يمنية. تحقق تحالف رصد من مسؤولية جماعة الحوثي عن تفجير 898 ممتلكا خاصا ومنشأة عامة، بينها 753 منزلا سكنيا، إضافة لأنه تم تفجير أيضا الكثير من المدارس، الكثير من دور العبادة، الكثير من الممتلكات الخاصة بالرياضة، بدار رعاية الأيتام في كثير من المحافظات اليمنية. بالإضافة إلى أنه رصد ووثق المجتمع المدني أنه قيام جماعة الحوثي بناه بعدد 513 منزلا مباشرا قبل تفجيرهم في كثير من المحافظات اليمنية. بالنسبة للمحافظات اليمنية التي تصدرت تفجير المنازل فيها، كانت محافظة تعز حيث تم تفجير 149 منزل من قبل الحوثيين، تليها البيضاء ب 124 منزل، ثم تأتي محافظة إب ب 120 منزل، ومن ثم حقة ولحق وذمار وصنعاء والضالع. وبالتالي هذه الاستراتيجية تبنتها جماعة الحوثي من أجل إخضاع خصومها، وهي كوسيلة للانتقام والخضوع. ما أود أن أشير إليه هنا نماذج عن ارتكاب جماعة الحوثي لجريمة تفجير المنازل، مثل تفجير منزل الدهيمة وتفجير منزل آل النافوس في رداع، وتفجير المنازل الذي حدث يوم 19 مارس في رداع. وماذا يصاحب هذا التفجير؟ إنه الحوثيين عادة بعد تفجير كل المنازل يقوموا بإحضار المصورين، يصوروا هذه المنازل وهي تتفجر، ومن ثم يتلو أو يقوموا بترديد شعارهم، شعار الصرخة، وهو هذا الشعار معادي للسامية، معادي للتسامح، ضد التعايش، ضد الأديان، وهو ضد قيم ومبادئ حقوق الإنسان. يذكرنا هذه الانتهاكات بما تمارسه قوات الاحتلال في دولة إسرائيل، وبالتالي كل المزايدات التي يقوم فيها الحوثي في الريدسي في البحر الأحمر، وإنه ينصف إنه يقف إلى جانب غزة، هذا كلام غير صحيح. الحوثي بعد السابع من أكتوبر
ارتكب الكثير من الانتهاكات، فجر الكثير من المنازل، قام باعتقال الكثير من الناشطات، قام باعتقال احد الكثير من القضاة الذين يعني يختلفوا معه في الرأي سياسيا، وحكم بالاعدام على كثير من الناشطات والمدافعين عن حقوق الانسان. اكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا. Thank you, Mr. Alden. شكرا السيدة دبي. الآن لدينا ما يقارب من 10 دقائق لطرح الأسئلة. سؤال موجه للسيد شلبي ودكتور السلطي. اسمي الفردزايس، أنا خبير مستقل سابق للنظام الدولي. لماذا البلدان العربية والإسلامية لم تبدي المزيد من التضامن مع الفلسطينيين؟ لماذا لم تنضم إلى جنوب إفريقيا في القضية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية؟ ولماذا لم تنشط السلطة القضائية العالمية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين في ظل سلطاتها القضائية؟ ولماذا لم تكسر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل؟ لدي نفس الأسئلة، نفس التساؤلات، لكن أريد أن أسألهم لمعرفة لماذا. أعتقد أن هناك شيئا بين هذه البلدان، هناك شيء، هذا أمر مؤكد. بسبب المشكلة بينهم هم في صمت، هم صامتون. فما حصل في قطاع غزة وإن لم تكن هناك مصالح فيما بينها، لا ينبغي لأحد أن يلتزم الصمت. يعني أنا برضو عندي نفس السؤال، لكن ممكن يبقى عندي شيء من الإجابة. إحنا شفنا إزاي إنه في فعلا تجاهل مريع يعني لفكرة ليه ما ننضمش لجنوب أفريقيا في الدعوة، ولو إن إحنا اتكلمنا مع بعض المسؤولين في بعض الدول العربية، ويعني هناك مجال ما زال مفتوحا للانضمام الى جنوب افريقيا، بس حتى احنا حذرنا حد منهم الانضمام لا يعني اي تعديل على الطلبات، يعني لان تعديل على الطلبات سيعيد فتح الملف من اول وجديد طبعا، فبالتالي هو التمسك بنفس الطلبات والانضمام بنفس الدعوه بنفس الشروط. انما احنا شفنا مشهد افضل في الحقيقه في اطار الراي الاستشاري، جلسات في 19 26 فبراير، شفنا 30 دوله تقريبا عربيه واسلاميه بتحضر وبتشارك ويعني بتناقش، وعندها استعداد متميز جدا في الحقيقة في هذا الموضوع، وبعضها قدم أداء راقي جدا من ناحية قانونية. فنأمل أن يكون ده على الطريق. مش عارف بقى هل هم يعني موقفهم من دعوة جنوب أفريقيا بعدم الانضمام الكامل ده أو الانضمام مستقبلا في حالة ضرورة، ده جزء من عملية تصعيد في المواجهة السياسية، ولا هو نوع من التخاذل، ولا إيه؟ مش قادرين نفهم. يعني إحنا قادرين نفهم بس حاجة واحدة، أن في دولتين مواجهة هم مصر والأردن، وهم المفروض بحكم ما يملكون العلاقات الدبلوماسية لديهم بعض القدرة على التدخل في بعض الأمور، فيفضلوا لعب دور الوسيط والمساندة المباشرة على مستوى الميداني أكثر ما يقدموا دور المناهض، يعني هو الخصم. يعني ده احنا فاهمينه، في الباقي مش قادرين نفهم الباقي بيعمل يعني ليه ليه مش ياخد نفس الخطوات. شكرا. Yes, please. دينا بصعب، صحفية معتمدة بالأمم المتحدة. سؤالي لدكتور سلطي، لو سمحت، حضرتك اطلعت طبياً ومهنياً على ملفات عدد كبير من المصابين اللي وصلوا لجنيف. إذا بدنا نحكي مهنياً عن هيدي الحالات، كيف بتصنف هيدي الحالات؟ بعتذر إني ما كنت بالجزء الأول وقت حكيت، يمكن ذكرت هيدا الموضوع، بس من وجهة نظر طبية ومهنية، كيف بتشوف الإصابات يلي وصلت على جنيف؟ كيف اطلعت عليها؟ وما مدى صعوبة وخطورة هذه الإصابات؟ شكراً، وبعتذر إذا كنت حكيت بالسابق عن هالموضوع.
طبعا من وجهة نظر طبيب لما منشوف هيك إصابات شيء يعني تقشعر لها الأبدان، خاصة لما بيكون هم أطفال اللي خضعوا لها النوع من الإصابات. يعني لما نشوف مثلا بنتها للأخت هبة اللي عمرها 16 شهر دراعها مكسور محطم مع الفيكسيشن الاكسترنال فيكسيشن في المستشفى وإيدها هيك، طب شو ذنبها؟ فمن وجهة نظر طبية يعني نوع من الاستهجان بحياة الإنسان، يعني ما عاد في احترام لحياة لا كبير ولا صغير، الكل نفس هياخذ نفس العقاب. شو ذنبه؟ ما بنعرف، ذنبه عند الله. Could you turn on your microphone? Sorry. On behalf of the باسم منظمة المراكز الأوروبية الإسلامية أريد أن أشير أو أسأل المحاضرين، هل تعتقدون أن ما هو حاصل في قطاع غزة وفي فلسطين وفي إسرائيل، هل تعتقدون أنها مشكلة عربية أم هي مشكلة مجتمع دولي بالنظر إلى حقيقة أن المشكلة مستمرة منذ 75 عاما وبالنظر إلى حقيقة أن الأعمال المروعة وسفك الدماء الحاصل دون أي مساءلة دون أمور بالاحتجاز والاعتقال ولمساءلة المجرمين مرتكبي جرائم مرتكبة ضد الإنسانية واستعمار فلسطين؟ أنا أعتقد أن هذه ليست مشكلة عربية، لأن العالم العربي يريد السلام ويناصر من أجل السلام، وهذا ما قاموا به خلال الأشهر الماضية، تفاوضوا من أجل السلام وصفقات السلام فشلت مرة بعد مرة، فماذا تقترحون كحل؟ شكرا لحضرتك، وأنا بتفق معك في الحقيقة، لأنه جزء رئيسي من ضعف القدرة العربية النهاردة ارتبط بمغامرات دولية. يعني احنا بنتكلم مثلا على العراق، العراق راح فين؟ العراق غزو مبني على أكاذيب، على أباطيل، على فكرة تحقيق الديمقراطية، ودنا فين؟ ودنا إلى بلد ممزق فعليا كويس، والذي يعني أكثر من مليون ومن نصف مليون بين قتيل ومختفي قسريا وما إلى ذلك، وبالتالي ده إهدار لقيم يعني القدرة العربية. التدخلات غير الحميدة فيما أعقب الثورات الشعبية في 2011 أحدثت ما أحدثته في ليبيا، في سوريا، في اليمن، هذا كان إضعافا لقوة العرب طبعا، وبالتالي أصبحت المشكلة هي أكثر في عبء المجتمع الدولي في الحقيقة، لأن احنا كمان بنتكلم على قانون دولي. يعني إخواننا في الدول الغربية الصديقة قالوا بعد الحرب العالمية الثانية It will never again، مش تحصل مرة أخرى، احنا شايفينها لايف على الشاشات صوت وصورة، بتحصل كل دقيقة وبتحصل تجاه مدنيين، بتحصل تجاه نساء وأطفال. نتكلم على 70% من البنية الإسكانية للقطاع دمرت، 95% من البنية التحتية الخدماتية في القطاع دمرت، 90% من البنية الصحية دمرت. بنتكلم على أكثر من 2 مليون النهاردة مشردين، 400 ل 450 ألف في شمال وادي غزة تقريبا محجوب عنهم الطعام والمساعدات إلا ما قد يصل إليهم عبر الإبرار الجوي، يعني اللي هو ما هوش حل في النهاية. ولدينا تقريبا حوالي 1,700,000 في خان يونس ورفح مقدسين في العراء وفي عز الشتاء، ولا تصل إليهم حتى إمكانيات البسيطة بتاعت الدواء والعلاج. هذه عملية إفناء، هذه إبادة جماعية، هذه إبادة جماعية دون مواربة. وما جرى هو تهجير قسري وقع بالفعل داخل الإقليم المحتل، هو مجرب بموجب جنيف 4 في جنيف 4، ومحاولة الإصرار على استمرار مضي قدما في تهجيرهم إلى سيناء هو أيضا جريمة تهجير قسري أخرى مطلوبة. وهناك عقاب جماعي، هناك الآلاف يعني من أنماط والوقائع اللي بتأكد عشرات من أنماط جرائم الحرب، جرائم الإنسانية، الإبادة الجماعية. شكرا جزيلا. Thank you.
Thank you. Unfortunately, we will have. شكرا علينا أن نتوقف للأسف، ولكن شكرا لكل المحاضرين على معطياتهم القيمة، وشكرا للحضور على مجيئهم إلى هذه الجلسة.